ممكن شارع بورسعيد لو سمحت. انت معاك عربية، راكب تاكسي ليه؟ ماليش مزاج اسوق. لا يا باشا، الحوار ده عوق قوي، وكمان طلع تعرف واحد تاني غير الاولاني ده ولا الافلام الهندي. اسمه ايه الفيلم ده؟ فيلم الماني. هو حضرتك بتشوف افلام الماني ليه؟ انت قلب على هوت بيرد بقى. انا بصراحه بحب اتفرج على افلام احمد السقا محمد رمضان، عيال دمهم حامي كده، ومراتهم لو عملت كده في الفيلم يشقها نصين. هما الالمان كده عليهم حاجات، بس بصراحه احسن حاجه عندهم عربياتهم، بس دواخلهم مش راكبه معانا خالص. وبعدين المانيه ومدمنه وخاينه، اكيد الفيلم ده كله مليطه. انا انت لو كنت مكان جوزها مش هتسامحها؟ اسامح مين يا باشا؟ انا لو كنت متجوزها كنت هبتها بالكوريك على دماغها، جبت اجلها. طيب ما جايز مظلومه يعني. مفيش دخان من غير نار. وبعدين هي اعترفته في بدايه الفيلم انها مدمنه. بس هي ما اعترفتش بالخيانه. قالوا للحرام احلف. اصل جوزها في الفيلم طالع بيحبها. بص يا بيه، هو جوزها سامحها في اخر الفيلم عشان الماني وسط الالمان، انما احنا هنا سلوك بلدنا مختلف. الراجل هنا حتى لو بيعشق التراب اللي بتمشي عليه مراته مش هيقدر يسامحها. حتى لو سامحها هيبقى مهزر في حتته، وهيبقى ملطشه للي يسوى واللي ما يسواش، والناس هتفضل تلسن عليه في الرايحه والجايه، ومش بعيد يموت له حد بسببها. يبقى يرمي قلبه تحت عربيته ويدوس عليه بالعجل رايح جاي، ولا يلبس بدله الاعدام. مسامح بس هو الكريم يا بيه. مسامح ده المقصود بيه بني ادم. ده كان زمان. انت شايف الناس دلوقتي عامله ازاي؟ الناس بتاكل في بعضها يا بيه. اسمع اسمع اسمع. هنا يا باشا. معلش ارجعني العربية تاني، اصلا نسيت حاجة. عمرك يا باشا.